احد السلام عليكم متتبعين قناه الطبخ مع عز العابدين، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، نتمنى نلقاكم بصحه جيده حسن الاحوال كيف ديما. كنشكر جميع الاخوان والاخوات من ارض الوطن وخارج ارض الوطن على التفاعل الدائم ديالهم مع القناه، الله يحفظهم ويضمنهم ويسر امركم كاملين. الظهر دابا يعني عندني واحد المناسبه ان شاء الله في دار بن ابراهيم، تحيه الناس دار بن ابراهيم، وتحيه السي يوسف والسي ابراهيم والاخ ديالو جواد والاسره الكريمه كامله. كنقول لهم انا خلاكم لي با عبد القادر الله يرحمه وات، الله يرحمك با عبد القادر، الله يرحمك ويجدد عليك الرحمات، متي وكانك ما متيش، خليتي ولادك في ما كتكون عندهم شي مناسبه ديال الفرح، مناسبه ساره كيستدعوني. واليوم ان شاء الله سميتو يوسف راه كبرت ليه البنيه والله يثبت ليها الغرس ويسهل عليها الامور ديالها. غنخدم البنت ولدك وغنخدم العريسه ان شاء الله، اليوم راه السبت وبنت ولد والعريس غادي نخدم ليه نهار الاحد، نهار الاثنين غدا الاحد غنخدم في دار سي بوعزه واحد الفقيه ولدو كنقولو تخرج، يعني تخرج في القران السلكه، حفظ القران وملي كيتخرج على يد شي فقيه كذبح الذبيحه وكتعرض يتعرضوا الناس وكتزر الزبده. اليوم المهم ان شاء الله موضوعنا في دار بن ابراهيم، تحيه لولاد بوعبد القادر وتحيه لولاد بوعبد القادر وتحيه للمغاربه كاملين في مكتو، ومرحبا بكم الفنان وبنت خويتي غاديين معايا، هما عيطت عليهم دابا باش غادي نجيو سنطيب لهم في الغداء نديهم غدين حيت عندنا على الليل الحال سخون عندنا الليل. كاين القنفافة كاين الجوق كاين ما يتشاف ان شاء الله، المهم الطياب راه هو الطياب، طياب مغربي بلدي انا، هادشي باش معروف. انا ما كنشاركش معكم الطبخ، كنشارك معكم الاجواء ديال العرس كانكم معروضين وكانكم حاضرين. العرس المغربيه راه باينه وكل واحد يدفن بواه كيف بغا، وكل واحد يدير على جهده، وكل واحد يتمشى على قياسه، وكل واحد يدير في ماكلته اللي بغا، انا ما عنديش مشكل. اللي ما قد على الدجاج يدير اه، اللي عنده باش يدير حتى النعام يدير، واللي ما قد على البقري ومع الغنم يدير ران غزال. حتى هي ولات كدار في العرس، ايه ملي كدار في العرس كتصيفط مواليها ينقوا العدس. المهم مرحبا بكم، انا طباخ مغربي تقليدي من القاع، داكشي اللي كبرنا به وعشنا به، حنا الشعب ديال الخبزواتاي كبرنا به، كبرنا بيرني، علاش غنطيحو نطفى العصا ونطبخو على بعضياتنا؟ قالت لها واخا ايه، قالت لها واخا تلبسي الحرير راه العظم كبير. وحده نعاود لكم كالخريفه الله يرحمك حياة دادا هي اللي قالتها ليا، وحده كانت من المغنواتيه بكري، نقولو كبرت وعياتو ولكن بقات في هذيك الهزه ديال الكتف، مشات لواحد اللامه معروضه، هو ديما بنادم اللي مشى اللامه يسد فمو ولا يسمع ما لا يرضيه، مشات بدات كضرب عليهم في المعاني، هذه تاهي فراجه هذه تاهي كذا هذه تاهي من هنا هذه تاهي من هنا. الاخرى عامة كانت من العاكزين هزت الصينيه وقالت لها واخا تلبسي الحرير راه العظام كبير، زعما راكي شرفتي واخا تلبسي الحرير واخا راكم ويش في وجهك، فيك فيك. قال لي بشحال القوس؟ قال لي دابا يوصلك بلا فلوس، يعني اللي ما كبر فينا غادي يكبر. حدا عيرتني قالت لي الشارف ياك بوك باقي صغير، وابنيتي ياك بوك باقي ما كبرش، ايوا الحمد لله راني المهم انا شرفت وباقي عندي عكاز بو عندي البلغه ديال بو عندي السلهام ديال بو عندي الجلالب ديال با، والله يكبرنا في طاعة الله. المتعه في مكه، المتعه في مكه، بارك عليا. المهم نموت ساجد ولا 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 اش قال هذاك راكع وزير سبعه الشوطات، اللهم لك الحمد. المهم تبعونا لدار بن ابراهيم وعالف الف انا مضاربة هي وبنت خويتي يتقام حوليا طنطنوا ليا هذا هنا يا سقعت راه الصه دزتو زمتوني. المهم مرحبا بكم حتى يجو نوريهم ليكم. الكوكوطه هي كطيب الحيمة ديال الغنمي وخيز الزر ديتهم يطيبو تما، هنا شوية السلاوي وغادي ندير معاهم شوية ديال البطاطا، السلاوي وبطاطا والزيتون واحد الكرم ديال الفلفل ونعمري واحد البريري ديال اتاي. ومرحبا بكم، اللهم ديما نعمة واحفظها من الزوال، هادشي اللي كاين. قبلوا علينا وعلى بواكم العربي وغداه، غدا الدراويش والخويرية ديال الكلمة ضروري والبيطة بالمقيريج، وراني خيمت بوكم العربي وقدورو ديال السمن ومهيريزو دار بلدية على قد الحال، والفخار المصري وعباد الله ديما حاضر، وعباد الله تما راه الدار اللي ما فيها الفخار راه ما فيها بركة. مرحبا بكم و ألف مرحبا، ها
حتى من طوس الحر باقي عديه دق الاول هذا في خيط ذهب. شوفوا بكم العوده الطوس الاول هذا راه الطوس الحر، الطوس الحر يا العرابه ها الاخر. والقصار والطواجر راهم اللي ما حاضرين، والقصار والجنات من القاع حتى القاع وكل شيء على المهراز. قالت لها ذوق ديال المهراز ذوق الحناني والقديره ديال السمن. هذه واحد العصاره ديال القهوه، هذه بشكل هذه عندها واحد الطريقه بشكل هذه، والبريق ديال الفضه، وهذا الشيء اللي كاين الفضه راه عجبكم العبدي وخيركم في ديوركم وعاش الملك وسيدنا الله ينصرو. هنا كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله هانتوما هنا الحيمات ديال الغلمي خيزو بالقلب ديالهم، خيزو بالقلب ديالو، ولكن درتو رقيق ان شاء الله. دابا باش غادي نرمي عليه السلاوي وبطاطا والزيتون وواحد الطريف ديال الحامض، واحد الطريف ديال الحامض. هنا ان شاء الله بعد ما طاب الدويز ديالنا او المريقه ديالتنا بنت خويتي نونو كحل عيونو بغات الفلفله، ما طيبتهاش لا قالت لك والو، شويتها لها المهم راه شويتها لها دويز الحيمات ديال الغلمي بطاطا خيزو سلاوي الزيتون مرقه عروبيه بحال باكم العبدي، والخبز ديال الشعير بيو اللي بغى المناعه هاي اللي بغى ديال الحوان دقيق الفورس ديال كورانيا الله يسهل عليه، المهم انا عروبيه انتوما. يعني وهبت خويتي مرحبا بك الفنان مرحبا بك، لا ما هزتك الارض ركبه فوق ظهري بنيت وما شويه نقبحوه والبراد ديالها تاعي. مرحبا بكم وخيركم، خيمتي راه خاويه، راه انا اللي ناولت لهم هذا الشيء، عجنت لهم الخبز ديال الخيمه، الخبز ديال الدار بيوق ديال القمح والفرينه والشعير قرصتو ومريقه دويز دويز ديال ماليات بكري. ها انتم المناعه اللي بغى يقوي المناعه هي هادي، واللي بغى السوشي يحيد المناعه راه كاين طاقوس كاين سوشي كاين بلا والو ديال قشقش في الزناقي. يلاه مرحبا بكم وزيدوا تغداو الطفلات وزيدوا الفنان وابت خويتي والعز بكم والباقي خبولات يخليك الله يعز معزوزك خلك وليداتك، والناس راه كتسول عليكم وتسلم عليكم من بلاد بلاد. يسلم عليهم خير. ايوا هادشي اللي كاين خيرهم امين. حنا ان شاء الله في اتجاه ديال دار بن ابراهيم كيف ما كتشاهدوا، الله يوصلنا عندهم على خير ويثبت لهم الغرس الموالي العرس ويجعل لهم كلشي مبارك مسعود. هي دار بن ابراهيم كيف ما كتشاهدوا دار العاليه دار بن ابراهيم. حنا دابا جينا عند دار بو عبد القادر ولد دار يوسف ولد بو عبد القادر ولد بو عزه. حنا ان شاء الله فين غادي نخدموا، حنا رشينا وشطبنا انا وبنت خويتي كيف ما كتشاهدوا. هنا كاين هذا المحل ولكن مزموت انتم برميل فيه الماء قصير كنعمرو، المهم انا ما غادي نشلوهم ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا.
هنايا الدجاج ها هو هي. هنا التحضيرات الاولى ديال العطريه، عندنا 80 طير تقريبا ديال الدجاج والسفاق، يعني راه حنا ديما مشاركين معكم ونشاركوا معنا غير الاجواء. كيف ما كتشاهدوا معنا المشاهدين الكرام ان هذا الطباخ هو ماهر للغايه، وكما كتعرفوا انه عنده قناه ديالو لاشين في اليوتيوب، وان الناس كامل يعرفوه بانه كيقوم بألد الاطباق في الاعراس المغربيه. اعطينا اخويا الطبق منش كيتكون وشنو هي المميزات ديالو؟ هذا الدجاج المضغمر، الدجاج بالضغميره، الدجاج بالضغميره العمديه، ماشي الضغميره ديال البصله. نعم، الضغميره ديال القشاوج ديال الدجاج اللي هي من القنصه والكبده والعنيدات والقلب ديال الدجاج. بعد ما كنغسلو الدجاج مزيان كنجمعو ليه الشرموله ديالته، كنجمعو ليه الشرموله ديالته اللي كتكون من الزعفران، الشعره، نعم، الزنجبير، الخرقوم بلدي، الجزر، السمن حار، المعدنوس، يعني الدجاج كيبغي المعدنوس اكثر من القزبر. بالنسبه للثومه، الحامض المصير، الحامض الخضر، الحامض الخضر كيكون اكثر من حامض مصير. على ود الدجاج كيكون مالح، وفي العنف ديالو فيه الملح. نعم، كيعطيكم توجيهات 40 يوم فقط فنان لازم نوردو 40 يوم ديال هاد الدجاج، حتى ل 50 يوم. المواد الاستهلاكيه اللي كيستهلك كتكون فيها الملح. نعم، فلهذا انا كنحيد الدجاج من الملح، ما كنطيبش بها بتاتا، لان السمن كيف ما كتعرف كيكون ملح، الحامض المصير كيكون ملح، الزيت العود كيكونوا طاحنينو بالملح، يعني ما كنكونوش عارفين وطاحنينو بيدينا مسوس، لا كتكون مشري، يعني راه ضروري ما كتكون بالملح. اكيد نعم، هذا كيديروا بالملح. كيف قلت لك الزعفران، سكنجبير، خرقوم بلدي، الابزار، السمن حار، الثومه، الحامض المصير، الحامض الخضر، وزيت الزيتون والمعدنوس. عقلوا مزيان المشاهدين الكرام، عقلوا مزيان. هذه هي المكونات. بالنسبه اليوم عندنا 80 ديال الدجاج، راني العديد من المرات حطيت لهم المقادير ديالها، العديد من المرات، يعني راه الناس الجداد راه عندي فيديوهات قدام، عندي من فروج حتى ل 350 حتى ل 500 فروج. تبارك الله. اخر مره طيبت فيها 500 فروج في عرس في البحيرات. غير مؤخرا، يلا حطيت لكم 500 مفرقه، ماشي غنقولوا مره واحده، ولكن مفرقه تقريبا فيها الغداء، فيها العشاء، فيها الغداء النهار الاخر. نعم، هذه التغميره العبديه. التغميره العبديه اللي كنا كنصوبوها بالقشاوج ديال الدجاج، ماشي بالبصله. في هذا الزمن الحديث اللي ولينا كنحنوا فيه دابا، يعني كنعيشوا، ولات التغميره عندهم هي البصله، بعض المدن وبعض الطباخات. البصله غاليه في هذه الوقيته كيف ما كتعرف، فلهذا انا عندي طريقتي الخاصه، يعني كيف ما كيسموني بعض المتتبعين، طياب اقتصادي، طياب اقتصادي او طياب طباخ كراويش مالك الدغميره. الدغميره ماشي سهله باش تطلع طباخ ولا طباخ من غير ما انها تشير. نعم، انا لا، ما عمر الدغميره عندي شيطات ليا. ودابا ان شاء الله حنا غادي ندوز معكم المناسبه في دار بن ابراهيم، في العرس، في الدوار، عرس بسيط، عرس بدري، ضواحي جمعة سحيم، ضواحي جمعة سحيم بالطبع. نعم، طريق ديال سيتيجي. نعم، طريق الرابطه ما بين جمعة سحيم وسيتيجي، وتابعونا ان شاء الله حتى نكمل ان شاء الله. شكرا. العفو. هنا ان شاء الله الدجاجه انتم كيف ما كتشاهدوا رميناه، واللي غلات كندير على الفاخ. وهنا الله يفتح لكم ببان الرزق، الله يحفظكم ويضمنكم وييسر اموركم كاملين بدون استثناء، والله ينجيكم من الهفات، والله ينجيكم من الهفات، والله يعطيكم تيغنيكم، والله يجعلكم شي بارك لوليداتنا ووليداتكم وبنياتنا وبنياتكم، والوجه طيبات، هاك حلات العفطه، خلوا هذا نقي، هاي وجهكم، خلاني لي بو عبد القادر الله يرحمه ورث، ها بو عبد القادر، الله يجدد عليك الرحمات، الله يجعلك في جنة الفردوس الأعلى، هاني بقيت مع ولادو، ها؟ المعقول الا جيت نعد لكم واقيلا قد زغب لي فراسي عدد العائله.
عندهم وعند الفاميله البنات والبنات ولاد البنات كنقولوا بيض بيضنا وبيض بيضنا. قالت جدايا مسكينه الله يرحمها، الله يخلي لي بيضي بيضي وبيض بيضي وبيض بيض بيضي، على وجهي يبقى نقي. ما تمشيو على العراس كحلوها، ما تخلو عطريه، ما تخلو الحم، ما تخلو الدجاج، خان اه عسرة كتخان الشوارع. الحمد لله والشكر لله. الغبرة كنستوسف قبيلة عبدة معروف العالم، العالم كامل كيشهد ليا بالأمانة والإخلاص. باكم العبدي مرضى ما نتسردى، ولد العايلة وولد القبيلة، ولد الحاج محمد بن الرباطي الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات. وابت خويتي وانتي كي دايرة؟ والفنان قالت لها غدا يا باصلة وعشا يا باصلة واش هاد الحصلة؟ هاتوما خرقوم زعما راني طيابة. اي طيابة من القاع. المهم مرحبا بكم، الله يفتح لكم ببن الرزق. وديما خلوا وجهكم نقين الصبعات، كنسمعوا اخباركم في ودني عند الناس في المغرب كامل، ماشي هنا المغرب كامل. ردوا بالكم الصفاق والمعقول كيعيشوا. الجيد يتعشى كل ليله بحال بوكم العبدي، والرعواني كيتعشى قليل. الرعواني عارفوا الرعواني صافي كلشي يقلب عليه. وانا بوكم العبدي الحمد لله ديما طالع واكل نازل واكل كل منشار، ما عديش ما خاصنيش، عايش مع الجواد مع وليداتي وبنياتي المتسبعين. درك هما اللي وليت عايش معاهم، والحباب القدام والجداد. العز بكم والباقي خبولات. والخبولات اه عمره وخرجت فيكم. هاديك هاديك الطفل هاديك هنا واحد البراد ديالها تنشاركوا معاكم كيف ما كتشاهدوا. والحلويات الشهيره ها انتم الريشموند، ومرحبا بكم. والدفوع راه جاي باش نشاركوا معكم الاجواء ديال عرس عبده في دوار دار بن ابراهيم. هنا بالنسبه للدجاج صافي راه طاب ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا. بالنسبه للبصله ها هي يا هنا باش حيت داك فرغت الدجاج ودرت البصله. تقريبا شي قلنا 70 80 كيلو ديال التلبز ديال اللحم. انا راه ما كنخدمش بالبصله بزاف، انا راه ما كنفوتش 20 كيلو ديال البصله، لا كثرت 14 كيلو 15 كيلو 16 كيلو 12 كيلو على حسب، ما كنفوتهاش. انا عندي الضغميره ديال القشاوش. بالنسبه للبصله ما كنكثرش. كاين اللي كتخدم 60 كيلو 70 كيلو، بحال واحد النهار هاد ليامات خدام عند دار العريس ديال هاد الناس اللي غياخذ بنت هاد الناس ان شاء الله بات العريس. قال لي في عرس بنتي في مدينه الدار البيضاء، هما ساكنين في كازا وجايين يديروا العرس هنا، اصلا معبده من عندنا. قال لي راه 70 كيلو ديال البصله اللي جات في عرس بنتي وما كفاتنيش، ملي كسبت لي 20 كيلو ضحك. قلت لي انا شوف انا دغميرتي هكا مسلكاني ومقتصده على مول العرس. الدغميره راه ماشي هي البصله نبقاو نحرقوا فيها نحرقوا فيها، كل طريقته. المهم انا طريقتي هكا اقتصاديه. عرفتوا البصله ديال هذا الوقت شحال دايره؟ البصله راه دايره 10 دراهم 160 180. وفينا هي فينا هي؟ انا خديتها واحد النهار ب 50 ريال من الكاميو، الغد ليه الجمعه واصله 120 100 ريال. تجار الازمات كيزيدوا النص بالنص، ما عليهمش الرقابه وما كاينش اللي غيراقبهم، لا راقب ولا حاسب الا الله سبحانه وتعالى. غدا يوم القيامه ملي غنمشي غنتحاسبوا كاملين، لا اللي دار الصالحه ولا اللي دار الطالحه، كنا غنتحاسبوا. حتى انا غنتحاسب، لا درت شي افعال ما هيش راني غنتحاسب عليها، ولكن الله يهدينا الله يهدينا. هنا ان شاء الله هانتوما الحريره باش مطيشه هي سيره كطيب ضروري مطيشه سيهي باش غادي نطيبوا الحريره. الربيع راه سي تغسل حريره، لما كانتش في العرس ما كاين عرس. وهنا بغيت نوجه الشكر لعمه العروس والزوج ديالها من مدينه الرباط، تحيه للناس العاصمه. الناس العاصمه واخيرا واخيرا هاي كادو من عندكم القهوه كتسمع متبعاني ما كتزقلش فيديو. الرجل مسكين الله العظيم لا علقاني وعنقني بيدي بجوج، قال لي راه من المعجبين ديال الصفحه ديالتك والقناه ديالك بنت بو عبد القادر والزوج ديالها من مدينه الرباط، الله يحفظهم ويضمنهم. ها هي قهيوه غنصاوبوا للفنان باش تقاد طانسيو. الفنان كيتوضر لها الطانسيو كنصاوبوا لها القهوه. تحيه للفنان وتحيه للفنان وتحيه ولا لا خطيني الفنان، ونهار تخطاني الفنان يضرب لي الخنا هي وبنت خويتي. وابت الحمري وابت الحمري وفين غبتي عليا؟ وفين طال غيابك؟ الله الله عليك الطيطيش، الله الله عليك الطيطيش. ها لطيفه مشاو الضياف ولا باقين؟ عا قولي ليا جاوبني في الكومونتير انا مزاوج. هاتي القهوه